يقترب عيد الأضحى المبارك ولا يزال الجدال قائما عن أسعار الكباش ببومرداس. الكل يحمل مسؤولية الآخر. البائع يرى أن الغلاء في الشعير والمشتري له وجهة نظر أخرى. أزمة هذه تاع المال هذه اللي طلع هذه احنا اللي درناها. على احنا خلي جينا الزحف الريفي وجينا كاع للمدن. لو كان كل واحد قاعد في أرضه ماناش في الحالة هذه. أنا ربي 40 معزار، هذا 60 نعجة، هذا 50 كبش، هذا 10 دجاجات، هذا منا، هذا عنده الزيتون، ماناش في الحالة هذه. احنا خلينا الأرض وجينا للمدينة، تبعنا التكنولوجيا. فهمت؟ على هذيك المال اللي طلع. احنا نعرفوا بكري سوا كان يعمرهم الفلاح. ما يعمرهمش السماسري. نصارحك الكبش العام اللي فات اللي باعته ب 63 64 انا نبيع فيه سنه 75 76 انا هذه والله غير باعته العام اللي فات تباع ب 66 تباع ب 76 تبدا من 5 ونص حتى ل 10 12 13 هذا صاحبي شرا كبش له ب 13. بين بائع واخر يرى رضا ان غلاء الكباش خبر تضليلي لا غير. له كباش بكل الاثمان والزولي وجد ضالته عنده ببدواو. عندنا احنا هنا كباش في بدواو كاين اللي يقول لك كباش يسوى 15 16 17 هم لك هنا عندنا كاين كباش خير ربي عندنا من 5 حتى 8 ونص كاين كباش من 500 حتى 8 ونص ما كاش من هذه تاع كباش عم يسوى 12 13 14 هنا عندنا هنا في بدواو خمسة من 5 حتى 8 ونص تبغي نوري لك الكباش نوريهم لك بالواحد. الاسعار راهي رامي هضروا برك في البري صغير فيهم يقول لك 9 ملايين 10 ملايين وانسان بسيط ما يقدرش يشري انسان بسيط ما يقدرش يشري ويحلل الزوالي. رغم تكرر سيناريو غلاء الكباش لكن تبقى الاضحيه سنه مؤكده يثاب فاعلها ويلام تاركها اتباعا لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. بخمسة في انايا.